إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. اسمي دنيا، أنا مغربية وأعمل كمدرسة لغات ومترجمة بإيطاليا منذ ما يقرب 20 سنة. من خلال هذه الدروس سوف نحاول تعليم اللغة الإيطالية مع الشرح باللهجة المغربية، ولمن لا يفهم هذه اللهجة أو يجدها صعبة سوف نستعين كذلك باللغة العربية الفصحى. والهدف الأول بطبيعة الحال هو تعليم تواصل باللغة الإيطالية بطلاقة مع احترام قواعد النحو والتصريف إلى آخره. للمغاربة، حنا غادي نحاولوا نستعملوا اللهجة المغربية باش نبسطوا اللغة الإيطالية أو نبسطوا تعليم اللغة الإيطالية، ويولي سهل لأي واحد أنه يتعلمها، ولكن بطريقة صحيحة، يعني ما يخلطش مثلا بين A و E وبين الماضي والحاضر، باش الإنسان اللي قدامه ما يفهمش حاجة عوض الأخرى، يعني يفهم حاجة بلاصة الأخرى. كنتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتعملوا كذلك لكان ممكن لايك، وخاصة تكتبوا في التعاليق أي سؤال عندكم وأي شيء تريدون معرفته أو أي شيء ما فهمتوش في اللغة أو حتى معلومات عامة تحتاجون معرفتها. حتى لا أطيل عليكم، لنبدأ درسنا الأول. لتعلم أي لغة نبدأ أولاً بالحروف الهجائية. الحروف الإيطالية عددها 21 حرف. هنا غادي نشوفوا نطق كل حرف ثم نطق كلمة تبدأ بها هذا الحرف، وتقريبا كل هذه الكلمات هي أسماء لمدن إيطاليا. هذه الأسماء هي المتداولة بين الإيطاليين وكذلك بين الإيطاليين والأجانب من أجل الكتابة بدون أخطاء، يعني باش ما يخطئوش في كتابة الأسماء ديالنا مثلا كيستعملوا هذه الطريقة. يعني احنا غادي نمروا مباشرة نتعلموا الحروف والأسماء اللي قدامها، وياريت لو تحفظ عن ظهر قلب باش الإنسان يستعملها على الهاتف مع الموظفين الإيطاليين أو في المكاتب إلى غير ذلك. فإحنا مثلا من تنتكلموا مع الإيطاليين تنعطيوهم الاسم ديالنا، ولكن مقسم إلى حروف، هاد الحروف اللي تتكونوا بطبيعة الحال، ولكن هاد الحروف ما تنعطيوش حروف غير هكذاك، مي حروف كنعطيوه الاسماء ديال المدن اللي كتبدا بهاد الحروف هادي. يعني كل حرف الاسم المدينه، اسم المدينه اللي تيبدا به، باش نسهلوا عليهم ما يخطئوش لنا في الاسم ديالنا. المهم حنا غادي نشوفوا اولا كيفيه نطق الحروف والاسماء، ثم سناخذ امثله للفهم اكثر. ا انكونا، ب بولونيا، تشي كومو، دي دومودوسولا، اي امبولي، اف فيرنسي، جي جينوفا، اكا اوتيل. وهنا ما عندناش سميه ديال مدينه ايطاليا، لان ما عندهم حتى شي مدينه ايطاليا كتبدا باسم بحرف اكا، وطبيعة الحال مرة أخرى اكا ما تتنطقش، وأوتيل يعني فندق. اي ايمولا، ال ليفورنو، ام ميلانو، ان نابولي، او اوترانتو، بي باليرمو، كو كوارتو، ار روما، S Savona, T Torino,
أودينة، فو فينيسيا، زيتا زارا. زارا كما نعرف ليست مدينة، يعني ليس اسم باسم مدينة، ولكن هو اسم لماركة إسبانيا للملابس. هنا راكين المحلات نتاع زارا. باقي لنا خمسة حروف ليست بإيطاليا في الأصل، ولكن تستعمل في بعض الأحيان في إيطاليا. غادي نشوفوها في الدرس الثاني. هنا عندنا مثال لتطبيق القاعدة. هنا واحد السيدة مثلا الاسم العائلي ديالها أو اسمها العائلي الداودي، واسمها الشخصي سلمى. الداودي عندنا تكتب هكذا بهاد الحروف. ما تنعطيوش للإيطاليين الحروف واحد بواحد وتنقول لهم A D D A O U D D E، ولكن مباشرة تنعطيهم الاسم على التالي: إمبولي، دومودوسولا، دومودوسولا، أنكونا، أوترانتو، أودينه، دومودوسولا، إيمولا. دومودوسولا مرتين بعد حرف الإي بعد إمبولي، لأن الدال عندها الشدة في اللغة العربية، يعني تتبدأ تتولي مرتين لدي. كذلك عندنا في اللغة العربية الدال والضاد، لكن في اللغة الإيطالية بطبيعة الحال كاين دي واحدة. وأنا هذا الكلام تنشرحه مثلا كاين الناس اللي تعرفوا فقط اللغة العربية. المهم أن الاسم الشخصي لهذه السيدة هو سلمى، وتتبدا يعني يلا تتنطق تقول اسمي سلمى، ميو نومي اي سلمى. سافونا، انكونا، ليفورنو، ميلانو، انكونا. لازم نعاودو قراءة الحروف الهجائية قبل أن نمر للحركات. A B C D A F G H I L M N O P Q R S T. ليست تي كالإنجليزي أو الفرنسي أو حتى العربي فاش نقولو تي، ولكنها تي تي. أو فو زيتا. عندنا في اللغة العربية ما يسمى بالحركات، وهي واحد الرموز كنوضعوها فوق أو تحت الحرف لتغيير نطقه. مثلا عندنا الباء معها الفتحة، فوقها الفتحة كتصبح باء، أو فوقها الضمة يصبح النطق بو، أو تحتها الكسرة يصبح النطق بي. في اللغة الإيطالية هذه الحركات هي عبارة عن حروف مستقلة، يعني كتكتب بوحدها، عددها خمسة. هي الملونة هنا باللون الأحمر أمامنا، وهي A A E O U. الباقي من الحروف يسمى لي كونسونانتي، لان هذه الحروف الخمسه تسمى ب فوكالي. لي فوكالي، لي فوكالي سونو ا اي اي او او، والباقي كونسونانتي. والان لنرى كيفيه نطق اي كونسونانتي متبوعه ب اون فوكالي. لنبدا بالفوكالي او لا فوكالي ا، اللي هي مثل الفتحه في اللغه العربيه: با، كا، دا، فا، غا،
أ حرف أك لا ينطق. لا ما نا با كا را سا تا فا تا. اللغة العربية لا تتوفر على نطق، مثلا ز أو ز مثل زارا، ف أو با مثل فالنسيا، ف أو با مثل باريس أو باري، غ أو غا مثل غابون. الآن سنرى نطق كل كونسونانت متبوعة بالحركة أو لفوكالي A. ملاحظة جد مهمة، وأن هناك فرق كبير بين نطق A ونطق E. يعني B ماشي هي B. لنبدأ: ب ش د ف ج اي ل م ن ب ك ر س ت و ز. دائما حرف أكا لا ينطق هو جد ضروري في الكتابة، يعني يكتب، لكن في النطق لا ينطق. وهنا نفس الشيء، يعني نفس الشيء، أن الكونسونانتي متبوعة بأونا فوكالي، ولكن الآن هي لفوكالي إي أو الحرف إي، لتي تعتبر مثل الكسرة في اللغة العربية. يعني عندهم في الإيطالي A و E، هنا عندنا E B T. وإذا لاحظتم T عندما كانت متبوعة ب A كان النطق K، حين أنها إذا كانت متبوعة ب A أو E كيصبح النطق تش، يعني كانت تش والآن تشي. دي في جي ونفس الشيء مثل تشي، لما كانت متبوعة عندما كانت متبوعة بحرف A كان النطق غا غا، الآن أصبح النطق ج عندما تكون متبوعة ب A أو E. الآن عندنا جي إي، ودائما أكا لا تنطق. لي مي ني بي كي ري سي تي، وليست تشي، تي V Z. هنا مثل المغاربة مثلا كتكون عندنا دائما اللغة، يعني اللغة الثانية هي الفرنسية، أكثرية المغاربة من تتكلموا بالإيطالية تقولوا مثلا لاماتينا لاماتينا، لأن كتكون طاغية عليهم اللغة الفرنسية تينا. أو حتى باللغة العربية عندنا تاء وعندنا الطاء، ما عندناش ت ت، لأن بالإيطالي أو اللغة باللغة الإيطالية تي تي. شكرا، وإلى درس مقبل في كيف تتعلم أو تتكلم اللغة الإيطالية انطلاقا من اللهجة المغربية واللغة العربية الفصحى. السلامة.